مدينة كريشتال الساحلية بوهران محج الكثير من العائلات في فصل الصيف، هي كذلك في شهر رمضان المبارك، لكن زوارها يقصدون مكانا آخر، إنه سوق الخضر الطازجة. ما يعرض في هذه السوق يأتي من الحقل مباشرة إلى الزبون، خضر يتم سقيها من المنبع الذي لا يتوقف، ليتم تبليلها بشكل دائم طوال مدة عرضها بالسوق حفاظا على جودتها. تشوف كريستال تشوف قاعد الخير، هذا ما يعني سوق جواري تاع الخضر، معروف من قديم الزمان بالخضر المتنوعه، كاين بعض الانواع تاع الخضر اللي تلقاها في كريستال وما تلقاهاش في بعض الاسواق تاع المدينه. اول مره نجي، بصح ما شاء الله، والله العظيم ما شاء الله، كل شيء خضر، كل شيء جديد، شو غادي نقول لك، كل شيء نقي تمالي ما شاء الله عليهم. سوق شعبي يتوافد عليه الناس كثيرا، خاصة في شهر رمضان، فيه خضرة طازجة وذات طعم جيد في الحقيقة، والأثمار تشوفها تمشى مع الوقت. إلى جانب مشاهد الإخضرار التي تقابلك أينما حللت بالسوق، يتوفر هذا الفضاء التجاري أيضا على بعض الخضروات التي لا تتواجد في أسواق أخرى. نقوها باش يدوها بروبر، باش لي باساجي يدوها بروبر، ما يدوهاش بها بطربها. وهذا الماء من يجي؟ الماء هذا عندها 365 عام، كان يجي روح هذا، 3 قرون و 75 عام. خويا نخدموا بالماء حنايا من البكري، يعني عادة في المينا من البكري. من البكري نخدموا بالماء خويا. ومن البكري نقوا هكا بالماء، حنا بلا ما تلقوش نخدموا هنايا. من المنتج إلى المستهلك، شعار يجسده سوق كريشتال بوهران. زيارة هذه السوق خصوصا في الشهر الفضيل فرصة لكسر الروتين والاستمتاع بجمال المنظر من جهة، والحصول على خضار طبيعية وذات جودة من جهة أخرى.